اليو أرينا فيها مسرح ضخم معمول بطراز عالمي، في أكبر شاشة موجودة في الشرق الأوسط، بيقدر الفنان إنه يلعب بيها بأي شكل هو محتاجه، بتساعده على الشو الاستعراض اللي هو بيقدمه. اليو أرينا إحنا شفناها من بداية مهرجان العالمين الجديدة، الحقيقة إنه هو في إبهار شديد جدا، شفناها مع النجم الكبير محمد منير اللي أسعدنا باحتفالية شديدة النجاح والإقبال الجماهيري، وكانت افتتاح مهرجان العالمين الجديدة. شفناه طبعا مع النجمة دينا وديدي، شفناه مع القيصر كاظم الساهر، مع ملاك الأغنية العربية الست ماجدة الرومي، شفناه في العديد والعديد من الفنانين على العالميين، يعني يعتبروا عالميين، نجومنا العرب دول نجوم عالميين حقيقة. شفناه مع نجم الجيل تامر حسني، وتامر حسني دايما بيبهرنا بكل شيء هو بيحب يعمله، هو مش بس بيطلع يطرب الناس، بيحب يفرحهم، بيحب يبهرهم، بيحب يقدم لهم دايما شو جديد زي ما احنا شفناه. واحنا طبعا منتظرين نشوف على اليو ارينا الهضبة، نجم طبعا المحبوب جدا جدا عبر كل الأجيال عمرو دياب. احنا طبعا منتظرين نعرف كمان عمرو دياب محضر لنا ايه، وعايزة اقول ان خلاص يعني تقريبا التذاكر او شكت على النفاذ، ويا رب نلاقي لنا مكان في حفلة عمرو دياب اللي الناس حاجزة تذاكرها من فترة طويلة جدا جدا، في انتظار طبعا ان احنا نستمتع بحفل النجم الهضبة، النجم المصري الجميل اللي كل الأجيال بتحبه عمرو دياب. المتحدة كانت مهتمة جدا كمان ان هي تقدم خدمات لكل الزوار وكل المقيمين اللي موجودين في العالمين، منها مثلا اللي في ناس بتبقى حابة ان هي تسافر بس يعني عندها حيوانات أليفة ومش عارفة توديهم فين، ويمكن ده يعيقهم ان هم يسافروا، فقدمت الحقيقة الخدمة دي موجودة لرعاية الحيوانات الأليفة، ويمكن الحيوانات الأليفة ما ترضاش تروح معانا بعد كده تاني، لأن المكان اللي موجود فيه حمام سباحة وفيه بيلعبوا الحيوانات ألعاب رياضية كتير جدا، فبيبقوا مبسوطين جدا، وطبعا بيقدروا ان هم بيلاقوا لهم مكان يباتوا فيه.